مهم في كل شوط وهنتكلم عليها بإيجاز سريع. أول 40 ثانية فاول من بره ال 18 للكاميرون، وده أنا شايف من وجهة نظري وأنا استمعت، يعني أنا سمعت الاستديوهات التحليلية عشان أتأكد، كان يستحق طرد مباشر ومش إنذار. اللاعب بالاسترز للحذاء وبرجله اعلى الركبه بطريقه، دي مش لعب كوره، ده ما بيلعبش على كوره، دي كانت تستحق طرد مباشر، وكله يعني قال لك لا مصطفى غربال كان دي لازم طرد مباشر مش انذار. والغريب ان مصطفى ولكن غربال من الحكام المميزين جدا، لكن بالظبط انا اعتقد دي عايز لقطة فار يعني. بالظبط، بس هو انا الحكم الفار سواء هو او الكابتن مصطفى غربال، بس الكوره كانت واضحه جدا، او فعلا الفار هو يتحمل الجزء اكبر منها في الكوره في اللعبه دي. دي كانت اللعبه الوحيده يمكن في اول ربع ساعه اللي كانت عليها اثارت جدل. بعد جدل. كده اول ربع ساعه كان هجوم سلبي من الكاميرون ودفاع حديدي وناري. ما ننساش ان بوركينا فاسو منتخب الوحيد اللي تعادل مع الجزائر رايح جاي في تصفيات كاس العالم، تعادل على ارضه او مش في ارضه، ده تعادل في المغرب او تونس لانه كان في مشاكل عنده في ارضه، فتعادل 1-1 وتعادل في قلب الجزائر 2-2، وكان هو الاقرب لو كان احرز هدف في اخر فرصه كان صعد هو لتصفيات كاس العالم. فدفاعه حديدي، لما تعرف حضرتك ان قبل المباراه دي 11 مباراه في التصفيات ما فيش ما دخلش فيه ولا هدف، دفاعه كان حديدي ناري، المرتدات بتاعته كانت خطر، وبالفعل من اول مرتده في الدقيقه 24 منظمه يجي منها ضربه ركنيه تتلعب بالضربه الركنيه، اونانا للحارس العملاق حارس اكسي يطلع للكره يخطئ يفشل. تقدير الكره، ترجع لسنجاري جوستافو سنجاري اللي بيسدد الكرة في المرمى الخالي ليحرز هدف وسط ظهور الجميع. ولكن هي كانت ترجمة للدفاع القوي للبوركينا فاسو والهجوم السلبي من وجهة نظري للكاميرون. بعدها الكاميرون انا توقعت ان يبقى فيه هجوم ضاري بعد الهدف، لان برضو لمده 5 ل 10 دقائق ما فيش هجوم، ونفس الطريقه هجوم ضعيف. الخط الهجومي للكاميرون يمكن انا شايف ان هو اضعف خطوطهم، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه في حاجه غلط، التشتيت الشوط كتير بره كان باين ان هم تأثروا كمان، يعني تأثروا كمان بهدف سنغاري. صح بالظبط، لما تعرف حضرتك ان يعني شاطوا عدد يعني كرات على المرمى 9 او 10 كرات، 2 بس داخل القائمين العارضه، قليل جدا قليل جدا جدا. فطبعا وكان الكورتين كانوا يعني ما هماش بالقوه اللي احنا متخيلينها، وبرغم كده بوركينا فاسو كان افضل، كان اداؤه اقوى، ولكن من هجمه انا شايفها عشوائيه وكره ركنيه اتلعبت جوه 18 ولخبطه في الدفاع، مدافع البوركينا فاسو خطا فادح، كرة يعني ما يعني ما إهمال كانتش مستحقة، إهمال لأن صح. كانت الإهمال واضح جدا، والكرة ما كانتش يعني مستاهلة أو تستحق إن يتعامل معاها بالصورة دي. ومصطفى غربال طبعا مشى الكرة في الأول، لأن الفار الزاوية استحق. زاوية الرؤية لما اتعادت ما كانت مش واضحة بالنسبة له. الفار تدخل بالفعل هنا واحتسب ضربة جزاء صحيحة للكاميرون، سجل منها الكاميرون فينست ابو أبو بكر بكر. لاعب النصر السعودي، سجل الهدف في التعادل بهدوء شديد جدا للحارس على اليمين وهو لعبها له على الشمال. واضح ان هو يعني استغل خبرته، يعني انت بتتكلم زي ما انت بتقول فعلا محترف فريق النصر السعودي، 81 مباراة دولية، 29 سنة كابتن الفريق. صح بالظبط. فهو ده يعني كان واضح جدا هدوءه وهو بيلعب ضربه الجزاء، يعني تحس ان هو بيلعبها في تمرينه مش في مباراه. بعد احراز الهدف حصل ارتباك تاني لبوركينا فاسو، ومن هجمه برضو انا شايف الكوره لاعب الكاميرون بيلعب الكوره بالعرض، ما كانش لها المدافع يعمل تاكلينج ويكمل في رجليه. قلة طبعا دي خبرة، كان أنا من مصطفى وجهة غربان نظري قلة خبرة في ضربتين الجزاء. سذاجه كبيره جدا جدا جدا، لان انت من غير الكورتين دول انت تلاقي الكاميرون ما عملش هجمات غير في الشوط الثاني عشان كان متقدم وبوركينا فاسو بتظهر. لولا الخطأين دول انا كنت شايف المباراه تطلع 1-0 لبوركينا فاسو. طبعا اللي حصل الحكم مصطفى غربال كان قريب، حسب ضربه الجزاء والفار اكدها، دخل برده فينيسيت ابو بكر لعب الكره بس عكس الزاويه، برده الحارس راح في الزاويه ولعبها في الزاويه. وهنا انا كان وجهة نظري بدون مقاطعتك يا استاذ فاروق، كان مخاطره برضو ان انت تلعب ضربه جزاء تانية بنفس اللاعب في وقت قليل كده، ولكن واضح ان خبرته تؤهله لده. بالظبط بالظبط، وفي وكمان دي ثقه مدير فني انه يثق في اللعيب بتاعه ان يلعبها تاني ومفيش مشكله، فدي برضه ثقه مدير فني فيه. كده الشوط الاول انتهى بالنتيجه دي، طبعا ضربه الجزاء الثانيه كانت في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. شوط اول برغم تقدم الكاميرون، لكن انا شايف فنيا بوركينا فاسو كانت اقوى كانت افضل، الاخطاء الكارثيه للدفاع هي اللي ادت للهدفين. الشوط الثاني بدا
بقوه كبيره جدا من بوركينا فاسو، وصاروخ كان يعني هيجي بهدف التعادل، لكن اونانا يعني طلع كوره من اول دقائق، في اول دقائق المباراه طلع كوره من على خط المرمى ويحافظ على التقدم. بعدها مباشره كوره تاني برضو بعدها حوالي ب 10 دقائق كوره جوه الست يارد من الركنيه، ومهاجم بوركينا فاسو بيشوط كوره صاروخ، اونانا من على خط المرمى لتاني مره بيطلع الكوره اللي ينتفض بعد كده منتخب الكاميرون ويعتمد على المرتدات بشكل كبير جدا، واللي هنا للاسف لو مهاجمينه احسنوا استغلالها المباراه دي تخلص 3-1 او 4-1. وانا حسيت برضو يا استاذ فاروق مدربهم كامو ماله مدرب وطني، ولكن تحس انه برضو قليل الحيله، يعني حتى التغييرات ما اضافتش بشكل كبير رغم ان الكاميرون مش في مستواها. يعني بالظبط، ورغم كده الكاميرون احرزت هدف، ولكن طبعا طلع يعني اتحسب تسلل، فعلا تسلل. يعني انا كان في لقطه لو كان معانا التاب، في لقطه اتكررت اكتر من 7 مرات، هجمات مرتده على مهاجمين الكاميرون اكتر من المدافعين، يعني 4-3 3-2. وبرغم كده مهاجمين الكاميرون بالرعونه وبالاستهتار وباللامبالاه ضيعوا اهداف كتيره جدا كانت كفيله تنهي المباراه. اتفق معاك. لتنتهي المباراه 2-1 الكاميرون واول 3 نقاط. الشوط الثاني كانت فيه الغلبه لبوركينا فاسو. انا شايف المباراه دي يعني العدل فيها 2-2 مش 2-1، ولكن 3 نقاط للكاميرون بتقول احنا موجودين. ولكن بالاداء ده انا اعتقد الكاميرون لو ما حسنتش من اداء عن كده، لا في منتخبات مش هتقدر عليها زي الجزائر او السنغال انا او عجبني لفظ انت استخدمته، سذاجد او قله خبره مدافعي بوركينا فاسو، يتهيألي هي اهدت 3 نقاط للمنتخب الكاميروني في افتتاح البطوله. هيبان الفتره القادمه بقى يعني احقيه المنتخب الكاميروني في المنافسه في المباريات القادمه. الرد بقى الافعال بعد المباراه، احنا جايبين ردين فعل بس من بوركينا فاسو ومن الكاميرون. الفيرمين سانو المدرب بوركينا فاسو قال اعتقد ان احنا يعني لعبنا بكل جهدنا ولعبنا بشرف، كانت في ضربه جزاء ما شفتش اللي حصل قبلها، لكن انا ما اعرفش صحيحه ولا لا. قدمنا اللي علينا، ضربتين جزاء بس هم اللي يعني هم اللي هزمونا، مش لعب او اداء. كنا نستحق على الاقل نقطه، وهنحاول المباراه الجايه هنحاول ننسى المباراه دي ونيجي للمباراه اللي جايه. وبيقول اصابات الكورونا اثرت علينا سلب طبعا، عندنا 4 لعيبه من اللعيبه الكبار، لكن اعتدنا على الصعاب، ما عنديش مشكله خالص، وعندنا مباراتين ان شاء الله نصعد منهم. فينسنت بقى ابو بكر اللي اتخذ راجل المباراه، رجل المباراه في الكاميرون، كان لاعب الكاميرون طبعا والكابتن، قال اعتقد ان احنا قدمنا اداء جيد نوعا ما، الاهم الحصول على الـ3 نقاط، كان ممكن نظهر بشكل افضل من كده، ولازم نصحح اخطائنا اللي صدرت. وده واضح ان هو فعلا كابتن وفاهم وشايف، وما قالش لا ده مباراه قويه او كده، لا هو بيعترف ان الاداء كان فيه بقى المفروض احسن من كده، وان فيه اخطاء يجب تصحيحها. قال المنتخب اللي احنا دخلنا كمنتخب كاميرون بروح تنافسيه ومسانده جماهير اللي كانت اليوم بشكل استثنائي، بنلعب على ارضنا، وده بيمنحنا دفعه معنويه كبيره. الفوز في المباراه الاولى دايما بيبقى مهم ويبقى دفع لينا للمباريات اللي القادمه ان شاء الله باذن الله. يعني نقدر نقول مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بداية، يعني ما فيش أفضل من كده للكاميرون بأقل مجهود وبضربتين جزاء أو بركلتي جزاء استطاعوا الفوز وحصد 3 نقاط. أخطاء تحكيمية واردة، ولكن في النهاية الناس اللي بتقول البطولة شكلها من البداية موجهة يبدو إن كان رئيس الكاميرون بس حاضر. انا رايي بقى بعد ما هقول مباراه اثيوبيا وكاب فيردي، انا عندي كام نقطه النهارده، نقط للاسف سلبيه هتكلم فيها، بس بعد ما هنتكلم على مباراه كاب فيردي واثيوبيا، لاني بقى برضه فيها بعض المشاكل اللي انا هتكلم فيها، بس اخليها بعد المباراه اثيوبيا وكاب